أحبائي المشاهدين، في فقرة بين جولين لهذا المساء ضيفنا فيها نجم يصعب تكراره وتاريخ حافل بالعطاء الكروي، صانع ألعاب من طراز فريد. كانت الجماهير تنتظر لحظة حصوله على الكرة لشدة المتعة التي كان يقدمها. أنا هنا أقصد نجم فريق اتحاد إب والمنتخب اليمني سابقا، ميسر خط الوسط الكابتن أحمد البريد. الاسم أحمد عبد الكريم محمد البريد، متزوج خريج جامعة، أعمل في السلك القضائي محامي، بالإضافة إلى تولي منصب الأمانة العامة لنادي الاتحاد الرياضي. بخصوص المشوار الرياضي، طبعا الأمر يطول كثير جدا، يعني تعدت حقبة 20 عام، يعني وأنا في الأندية، سواء ابتداء بنادي السلام ونادي الفتوة وانتهاء بنادي الاتحاد الرياضي. البداية طبعا بداية أي لاعب طبيعي، يعني أن يبدأ في الحارات والمدارس ومن ثم الالتحاق بالأندية. فكانت بدايتي في العام 80 مع نادي مع براعم أو أشبال نادي الفتوح، ومن ثم التحقت بعدها في صفوف فريق شباب نادي السلام في العام 83، ومن ثم وتمت وحققنا بطولات على مستوى المحافظة بالنسبة للفئات العمرية مع نادي السلام، ومن ثم تم إقحامي في أول مباراة مع الفريق الأول نادي السلام في العام 84 أو نهاية العام 84 مع ضد فريق شباب الحديدة في الحديدة، وتم إشراكي وكان عمري لا يتجاوز 13 عاما، وتمكنا من الفوز في تلك المباراة. ومن بعدها توالت المشاركات مع نادي السلام حتى العام 88 89، وكان ضمن أندية الدرجة الأولى فريق نادي السلام. ثم بعد ذلك تم دمج الناديين السلام والفتوة بنادي الاتحاد، النادي الذي ظهر على مستوى الساحة اليمنية وحقق الكثير من الإنجازات، ما فيها المنافسة على بطولة الدوري لأكثر من موسم، وكذلك حقق بطولة كأس رئيس الجمهورية في العام 98، إلى جانب العديد من الإنجازات سواء على مستوى المحلي وفي المشاركات الخارجية التي شاركنا فيها في البطولة العربية والبطولة الآسيوية في بورسعيد في مصر وفي قطر أمام الريال القطري، وكانت المشاركة ناجحة بشهادة الجميع، وتمكنا من الفوز فيها على فريق عريق هو المريخ السوداني. بالنسبة للمنتخبات الوطنية فالمرحلة طويلة جدا، يعني بدأت في العام 88 بداية مع منتخب الشباب في بطولة كأس فلسطين في العراق، ومرورا بمنتخب الشباب في سوريا والتي تمكنا فيها من الفوز على المنتخب الإيراني 1-0 بهدف النجم الرائع عصام دريبان بعد تمرير الكرة مني، وقبل ذلك تمريرها من النجم الرائع خالد الخولاني، وتمكنا من الفوز على المنتخب الإيراني بنجومه الكبار طبعا 1-0، ولم نتمكن من التأهل لفوز المنتخب السوري علينا 2-2. بعد ذلك أتى الدور المنتخب الوطني الأول والذي شاركت فيه طيلة المشاركات ابتداء من العام 93 من عام 90 مع المنتخب الموحد بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، والتي شاركنا فيها في الصين، ومرورا بالمنتخب الوطني في تصفية كأس العالم 93 المؤهلة لكأس العالم 94، وكذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 98، وكذلك في المعسكر التدريبي للتصفية المؤهلة لكأس العالم 2002. وقبل ذلك طبعا كنت ضمن المنتخب الوطني في التصفية الآسيوية المؤهلة لنهاية آسيا في دولة الكويت الشقيق، وكان مدرب المنتخب المدرب الصربي زوران، والذي بسبب إخفاقاته في المباراة أمام الكويت تم تكليفي مدربا للمنتخب الوطني الأول من المرحوم رئيس الاتحاد اليمني سابقا رحمة الله تقشاع الأستاذ الكابتن علي الأشول، وتمكنا في بقية المباريات من تحقيق نتائج جيدة، وأنا متولي تدريب المنتخب الوطني، ومنها الفوز على منتخب بوتان 11-0، وكذلك فزنا على النيبال 3، وخسرنا في مباراة طاجيكستان، وكانت النتائج مشرفة بعد مباراة الكويت التي خسرناها 2-0، وكان المدرب فيها زوران المدرب الصربي. الجميل في كل هذا أنه أنت حققت على المستوى الفردي
أشياء تخصك وحققت على المستوى الجماعي، على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب الوطني. وأتمنى من القائمين على الرياضة أن يولوا هذا القطاع اهتمام يعني بإعداد البنى التحتية والمنشآت التي تساعد في تطوير الكرة اليمنية، لأنه بطبيعة الحال اللاعب اليمني يمتلك موهبة بالفطرة ولا يحتاج إلا المقوة الأخرى التي ستجعل من منتخب اليمن ندا للجميع، كما يحصل مع منتخب الناشئين سابقا في 2003، وما سيحصل إن شاء الله في المشاركة القادمة لمنتخب الناشئين في التصفية الآسيوية المؤهلة لنهاية آسيا وبطولة وكأس العالم.